طب هو ما بيصدرش ليه؟ لان التقارير اللي بتروح له بتقول له ان اللي في التحرير بيتخانقوا، فهو عارف قوتك عارف ضعفك. بس المفروض ان احنا لو مسكنا نفسنا مرة تانية وقلنا له اصدر قوانين، خد قوانين ثورية زي ما اخونا بيقول، استخدم الشرعية الثورية اللي انت بتزعم انك انت بتمثلها، وهو عارف ان هذا الكلام يصدر من قوة حقيقية سيصدر يوم ما تنزل ميدان، بدليل انك انت ما بتنزل ميدان بتلاقي رد فعل. ماشي، اذا هو شغال تحت ضغط، احنا لازم نمارس عليه هذا الضغط، ولكن يجب ان يكون هذا الضغط ضغطا محسوبا حتى لا نتورط نحن احنا نفسنا. يعني اما ترفع سقف معايا سيد الفاضل، سقف المطالب الى درجة لا يقبلها الواقع ولا يستطيعها، انت بتدبس نفسك. يعني لما تقول لي انا لن اتحرك من ميدان التحرير الا بعد تحقيق كل المطالب، طب ما منها مطالب العداله الاجتماعيه، مش كده؟ هتقعد 5 سنين على ما كل الناس تاخد حقوقها؟ اقعد. انت هنا دبست مين؟ المجلس العسكري ولا دبست نفسك؟ يبقى علم الثوره يا ساده، في العلم الاجتماعي السياسي علم اسمه فرع اسمه الثورات، بيقول ايه يا سيد الفاضل؟ بيقول ان الثوره عليها ان تراعي الشروط الموضوعيه للمجتمع. معلش 5 دقايق وعندي مش يا اخي قول اللي انت عايزه، انا هقول كلمته وخلاص، انا مش ماسك الملخص. طحنهم يا شيخ لو سمحت. نعم طحنهم ازاي يا شيخ؟ طحنهم يا شيخ ازاي؟ عايزين حوار. نعم انا سامع، سمعت حوار. حوار حد خلاك عملت حوار عند هذا القدر انا اكتفي. شكرا شكرا لحضراتكم، وانا اسف جدا للاطاله، واسف اكتر اذا كنت ما فتش حضراتكم. شكرا شكرا جزيلا.